كل سنة وحضراتكم طيبين. الأول من أكتوبر كما أعلنت وزارة التربية والتعليم هو أول أيام العام الدراسي الجديد. مع بداية كل عام في بعض المشاكل طبعا بتواجه الأمهات في البيوت المصرية، وخصوصا مشكلة تنظيم وقت الأولاد قبل الدراسة، واللي بيكون ليها استعدادات كبيرة جدا علشان يقدروا يصحوا بدري وعشان يلحقوا مواعيد المدرسة. والأهم من كده هو استعادة التوازن من خلال هذا الأمر. خلينا نتعرف على هذا الأمر بشكل أكثر تفصيلا، نتعرف على تنظيم الوقت، عن استعادة التوازن قبل الدراسة، نعمل إيه في الأسرة، نعمل إيه للأطفال، نمنعهم إزاي تدريجيا عن الشاشات المضيئة، نقفل التلفزيون الساعة كام. دكتور أمجد أحمد جبر، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، ضيفنا النهاردة في استوديو صباح الخير مصر للسؤال وللحديث عن هذه المحاور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ مصطفى، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. نعرف منك إزاي الأمهات بتنظم أوقاتها وبتستعيد توازنها قبل بدء العام الدراسي، بيعملوا إيه، مفروض نعمل إيه، إيه الأجندة اللي بتقولها الطب النفسي أو يعني على طبيعي نفسيين فعلا؟ هو دايما الناس بتبقى مشغولة إزاي هنبدأ العام الدراسي الجديد. هو في الحقيقة العام الدراسي ده جزء من النشاط بتاع الطالب اللي احنا متعودين نشوفه أو أولادنا عموما يعني، ومفروض إن احنا إدارة الوقت دي مهارة حياتية بنكسبها للأطفال زي ما احنا كأشخاص كبار بنحاول نديرها بشكل كويس، بحيث إنها بتخلي الإنسان يقدر ينجح في حياته ويحقق إنجازاته ويحقق الأهداف المطلوبة منه. فالموضوع بيبقى محتاج إن احنا يبقى ده جزء من المهارات اللي الطفل بيتعلمها علشان نقدر يدير المراحل المختلفة في حياته بشكل جيد. فبنبقى محتاجين منهم إن احنا داخلين على دراسة. إحنا اللي بيحصل إيه؟ الناس الدراسة بتبتدي بتلاقي في جو من التوتر أو القلق ابتدى يسيد البيوت أو الأمهات بالذات أكتر مع الأطفال مع تغيير العادات. فإحنا بنقول يا ريت الناس تبقى طول الوقت دراسة أو غير دراسة، سواء في الأجازة الناس بتحافظ على نمط حياة ثابت بتقدر تعيشه من خلال تنظيم الأوقات بتاعتها. يعني إحنا برضو الناس اللي المشكلة بتقابل الناس إن إحنا خلاص كنا في أجازة فبنعمل كل حاجة براحتنا والوقت مفتوح وما فيش أي حاجة حتى للمواعيد الصحيان أو النوم. فعندنا مثلا النوم ده أهم حاجة، لازم ننظم النوم في البداية خالص، فإحنا في الأجازة بننظم النوم عشان لما تيجي الدراسة نبقى قادرين نكمل اليوم الدراسي بتاعنا بشكل كويس، ونخلي بداية اليوم يقدر الطالب يركز في الأداء الدراسي بتاعه، يقدر يرتب مواعيده كويس بحيث إنه ينجز المهام، الدروس اللي وراه، حضور المدرسة، المذاكرة بتاعته، الترفيه. يعني بنبقى عاملين حسابنا إن الدراسة مش علشان خلاص بدأنا دراسة، تبتدي في حاجات كتير جدا تلاقي الأطفال والأمهات تقول لك خلاص إحنا داخلين على دراسة. ده بيخلي الطالب أو بيخلي الابن عنده نوع من الرفض أحيانا لعملية التعليم، فبيبقى جو التعليم مش محفز. واحنا بنبقى احيانا شايفين ان ازاي انا اخليه ينظم وقته بشكل فعال يقدر يساعده ان يمارس حاجات كتير قوي في اليوم بتاعه. فبننصح دايما اول حاجه نعملها النوم، ننظم اليوم. اول ما هنظبط النوم وننام مواعيد ثابته ونصحى في مواعيد ثابته، خاصه النوم الليلي ان احنا ننام بدري ونصحى بدري، ده بيساعد الامهات كتير انها تنجز اليوم بتاعها هي والاولاد. طيب يعني حضرتك يا دكتور اتكلمت يعني تحديدا عن تأهيل أطفال أو يعني النظام إعادة تنظيم النوم مرة تانية، لكن لو هنسأل عن خطوات لتأهيل الطالب نفسيا أو الطفل نفسيا أنه راجع المدرسة، راجع لمسؤوليات، راجع للدراسة مرة تانية زي ما حضرتك قلت، إن كان حتى نظام نوم، تأهيل الطفل نفسيا أنه هو يرجع تاني المدرسة، ده بيكون لو هنتكلم في خطوات إزاي؟ اول خطوه عندنا في الموضوع التاهيل النفسي ان احنا بنبتدي نخليه يشاركني احنا هننظم وقتنا ازاي. يعني احنا داخلين دلوقتي على مرحله جديده او على فتره جديده في حياتنا هنعمل فيها ايه، فلازم الاول ابتدي اتكلم معاه انت بتدير الوقت بتاعك ازاي، انت بتبتدي تفكر في اليوم بتاعك تمشيه ازاي، احنا داخلين على دراسه، بحيث ان انا الطفل بيبقى مستوعب ده يا دكتور؟ ما انا هبتدي لو طفله صغير انا هبتدي اهله ازاي. هو الطفل اهم حاجه عنده اللعب، لو احنا بنتكلم في مرحله مبكره في الطفوله المبكره او الطفوله اللي هي المتاخره شويه، لكن لو سن اكبر مراهقين بيبقى عنده ممكن يكون استعداد ان هو يشاركني في ده. طيب هو عاوز ان احنا الدراسه ما تتعارضش مع الانشطه الترفيهيه بتاعته، مع اللعب بتاعه، مع النوم بتاعه، ان هو يقعد على الشاشات المضيئه زي ما حضرتك ذكرت، ان احنا نبتدي نعمل اي حاجه. فاهله ازاي؟ اهم حاجه احنا عندنا الجو المدرسه، الجو بتاع العمليه التعليميه. الطفل لو لقط ان انا كولي امر ابتديت اتشد او ان انا هبتدي احرمه من حاجات هو بيحبها علشان التعليم، هنا في هنا لا هيقابلني في جزء من نوع فيه رفض شويه للتغيير اللي انا عايز اعمله، مش هيبقى متعاون. اغلب الامهات بتصرخ احنا مش عارفين نصح الولاد، مش عارفين نتعامل معاهم ازاي، الباصات، التنقلات بتاعت الولاد، الحاجات دي كلها بتبقى امور صعبه. فهيئه ازاي؟ هيئه ان احنا
ده بدايه مرحله جديده احنا نعمل فيها حاجات بنحبها، وساعات بنخلي كمان في المراحل المبكره قوي الناس تبتدي تعمل انشطه ترفيهيه، يعني نقول له يا ريت تصحي بدري شويه، تلعبوا مع بعض شويه، تنزل تروح النادي شويه، تعمل اي نشاط او اي حاجه هو بيحبها قبل ما ينزل، عشان ده يبقى حافز ليه ان هو يبتدي اليوم بتاعه ويبتدي يندمج في المدرسه. حضرتك قلت يعني تنظيم الوقت، التايم مانجمنت من اهم الحاجات في يعني هي بتعتبر ماده بيدرسوها في التنميه البشريه، تايم مانجمنت. بالظبط. ازاي انا كاب او ازاي الام تعمل نوع من انواع تنظيم الوقت؟ يعني انا لو عندي 24 ساعه هيصحوا الساعه كام؟ المفروض يرجعوا امتى؟ الميعاد المثالي ان هم يناموا فيه وخلاص نقفل التلفزيون وكل التابلتس وكل الموبايلات واقدر اديهم بريك امتى؟ يروحوا نادي، يروحوا بتاع، يعني الجدول الامثل. يا الجدول الامثل هو الطبيعه اللي ربنا خلقنا عليها اللي هي دوره اليقظه والنوم، ان احنا ننام بدري، يعني ننام مساء بدري بعد مثلا بعد العشاء بساعه او بساعتين، ونبتدي نصحى بدري، وكل ما اصحى بدري كل ما هيبقى عندي وقت ان انا ادير اليوم بتاعي. انا عايزه يبتدي. ده جينات الانسان مترتبه على كده، ده الدوره البيولوجيه اللي ربنا خلقنا عليها اللي هو الايقاع البيولوجي اللي المخ اصلا بيشتغل عليه، وجعلنا الليل نهارا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فاحنا المطلوب مننا ان احنا هنبتدي ننظم حياتنا حوالين ده. احنا الطبيعه في حد ذاتها بتحطنا في ايقاع بيولوجي، لو احنا مشينا بالطبيعه هتلاقي حاجات كتير جدا في حياتنا بتنتظم. فاحنا هننام بدري علشان نقدر نصحى بدري، لان النوم الكافي هيديني نوع من انواع الاسترخاء الذهني اللي يخليني اقدر اركز في المذاكره او في عمليه التعليم، وكمان بيخلي حالتي النفسيه كويسه فيخليني اعمل كل المهام المطلوبه منها وانا مرتاح نفسيا، ما عنديش نوع من انواع الضغوط. في ناس كتير بيبقى عندها يعني فكره احيانا او اعتقاد ان هو علشان ينجز المهام لازم يبقى يعمل يعني هارد وورك، يعني انا لازم اشتغل بصعوبه ولازم اكون بعمل حاجه الناس ما بتعملهاش وابقى ادائي متميز او مختلف عن الناس. لا بالعكس، خليك طبيعي خالص، مارس حياتك، ادي لنفسك وقت من الترفيه. يعني دايما اقول للناس ما تخليش وقتك عباره عن نوم ومذاكرة أو نوم وشغل بس، لا أنت في النص لازم تفصل، لازم يبقى عندك في نوم، في ترفيه، في عمل، أنت بتشتغل على التلاتة. ليه؟ الترفيه مهم جدا، هو ده اللي بيساعدك أن يبقى عندك صفاء ذهني، اللي بيخليك عندك قدرة على الكرياتيفيتي والإبداع، أنك تفكر بشكل كويس. كمان بيدي الفرصة للمخ في حد ذاته أنه ينهي المهام اللي هو شغال عليها. زي ما حضرتك عارف إحنا أي معلومات بتدخل بعد كده المفروض بتتخزن جوه المخ في الذاكرة، ده بيبقى محتاج وقت ان المخ ياخد عمليه تصنيف وترتيب المعلومه. فالناس اللي بتعتقد ان انا طول الوقت لازم اكون بعمل حاجه، ده اعتقاد خاطئ، وفي الاخر هو ما بيعملش حاجه. فاحنا بنساعده ان هو يعرف وقته بيضيع في ايه، وينظم الوقت بتاعه ازاي، ونحدد الاهداف. احنا النهارده عندنا يوم دراسي بدايته من الساعه كذا للساعه كذا، لان كل يوم احيانا نظام المدارس او نظام الاسره احيانا بيبقى مختلف، ما اعرفش احط الديدلاين او الخطوط الفاصله قوي في عمليه الوقت. فبقول له رتب اليوم بتاعك او اوقاتك على حسب اليوم بتبدا، بس كل ما تبدا بدري هتعرف تنجز المهام بتاعتك بدري. وزي ما حضرتك قلت، هو الام او الاب لما هيبتدوا يعودوا الاطفال، هو الطفل اساسا في قدوه قدامه، فهو بيشوفك انت ازاي بتدير وقتك، وبتبتدي يكتسب المهاره دي برده من خلال الملاحظه او التعلم بالمشاهده. فده بيساعده احيانا ان هو يبتدي يعمل. فاحنا هندير الاسره ازاي والجو الاسري ازاي؟ لان عشان اعمل عمليه تعليميه ناجحه، هو الطفل بيرجع المدرسه احيانا تلاقي الام بتقول لك والله اصل بابا يرجع من الشغل متاخر، فهو بنضطر نستنى على ما بابا يرجع ويحصل، او ما بينامش الا لما بابا ينام. فخلاص، طب الطفل اللي مرتبط بحد وقته متاخر ده هيبقى النظام بتاعه ايه؟ لا، فاحنا بنحاول برضو قدر المستطاع ان احنا نهيئ جو البيت بحيث ان هو يتناسب مع العمليه بتاعه تنظيم الوقت. طيب دكتور، بما ان حضرتك يعني اتكلمت في نقطه انه ممكن مثلا طفل مرتبط بباباه فما ينامش غير لما يجي، او نظام النوم عامه بشكل عام، يعني في اسر تقول مثلا لا الاحسن ان انا ابني لما يرجع من المدرسه ينام شويه او يتغدى وينام شويه وبعدين يصحى يذاكر وبعد كده ينام بالليل. في اسر تانية تقول لا ناخد اليوم وان شوت، يعني احنا رحنا المدرسه نرجع لو عندنا تمارين مفيش نوم في نص اليوم هيرجع ينام مره واحده بالليل عشان يعرف ينام بعمق. ايه الافضل؟ لا، الافضل ان ميبقاش فيه نابس، ميبقاش فيه القيلوله او الوقت اللي بيتاخد بالنهار، لا هو اليوم يبقى وان شوت، نصحى بدري نخلص الحاجات بتاعتنا. يعني بيقولوا ان ليها فوائد. لها فوائد لو انا بصحى بدري قوي، لو انا بصحى مبكر قوي، تمام؟ يعني لو انا بصحى بدري قوي ممكن. طب ما هو بيصحوا بدري قوي الاطفال دلوقتي. 5 و6 وكده. بيصحى 5 و6، فده ممكن ياخد في النص بريك، بس تبقى حاجه بسيطه. قد ايه؟ يعني مثلا نص ساعة؟ نص ساعة أو ساعة، ما تزيدش عن ساعة، تمام؟ ليه؟ لأن ده هيتعارض مع النوم بتاعه بالليل، فأنا لو سبته ينام بالنهار كويس هيجي بالليل هيبقى
عنده وقت فاضي واكيد هيقعد يلعب، هيقعد يعمل حاجات، فتنظيم ان هو يخلص اليوم بتاعه مره واحده ده الافيد بتاعته. الترفيه احنا بشوف حاجه اسمها قدرته على الانتباه. يعني ايه؟ يعني احيانا تيجي تقوم تقول لك انا عاوز يجي يخلص حاجته ويخلص اليوم اللي وراه، بس احيانا ممكن اليوم الدراسي بتاعه يبقى طويل فالطفل جاي مجهد ذهنيا ما عندوش استعداد انه يكمل، لازم اسيبه هنا ياخد بريك عشان يقدر يستعيد التركيز والانتباه بتاعه، لان هو لو مجهد ذهنيا مش هيقدر يخزن او يستوعب اي معلومات، قدرته على التركيز بتقل وبالتالي قدرته على التحصيل الدراسي او المعلومات المطلوبه منه بيبقى قليل جدا. استكمالا لسؤال الجماله، الوقت الافضل للترفيه امتى؟ الساعه كام؟ من امتى لامتى؟ يعني احنا هنرجع، انا بكافئه، انت النهارده صحيت بدري رحت المدرسه بتاعتك، لو انت محتاج تلعب شويه امل عشان احنا عندنا من الساعه كذا للساعه كذا. يعني انا فعلا في ناس بتودي تمارين بعد المدرسه على طول ويرجعوا على البيت، ده الافضل ان انا ما اوقفش حاجه، يعني أنا اخلي اليوم بتاعي مالتي تاسك، في حاجات كتير بعملها، انا ما بوقفش الدايره على التعليم بس، طول ما انا هبتدي اخليه يعمل اهداف كتير في اليوم بتاعه تنظيمه وادارته للوقت هنا هتبقى افضل. لكن لو انا موقف اليوم كله على الدراسه بس اقول لك انا مش هذاكر دلوقتي، انا بالليل فاضي، انا عندي وقت فاضي، انا محتاج كذا كذا، فكل ما هقدر اكون سكيدول وحاطط جدول زمني للحاجات المطلوبه مني هقدر اخلص ده بشكل كويس جدا. فانا محتاج ان انا اشاركه برضه وانا بعمل الجدول ده على قد ما اقدر، احنا نعمل كذا ونجرب. يعني احنا دايما بنقول للناس، في ناس زي ما حضرتك عارفه بيبقى احيانا نشاطهم الصبح افضل شويه، في ناس نشاطهم بالليل بيبقى افضل شويه، فاحنا بنقول له جربي مع الطفل لحد ما تشوف ايه الانسب بالنسبه له اللي يخلي الاداء بتاعه يبقى متميز والفعاليه بتاعته تبقى ايه اكثر تميزا. يعني في بعض الاطفال يا دكتور او في بعض الاسر دايما بتبقى شغله اليوم بتاع الطفل جدا، يعني مدرسه وتمارين اكتر من تمرين في اليوم، اكتر من رياضه في اليوم، فممكن يكون اليوم زحمه شويه، فبالتالي بتربط الاكل مثلا بالفرجه على التلفزيون او التابلت او او او، ده صح فكره ربط الاكل بانه يقوم مثلا بانه يتفرج على حاجه او يلعب لعبه او ان هو يبقى في نشاط تاني مع الاكل، ولا ده غلط؟ طبعا دي عادات مرتبطه اكتر بنمط التغذيه، وفكره ان انا ببتدي يعني اسمح له انه يعمل حاجتين في وقت واحد هي دي فكره مش كويسه خالص، لان بعد شويه هتلاقيه بيذاكر وبيعاوز يعمل حاجه تانيه، بيجي يعمل حاجتين فالعقل بيبقى مشتت فقدرته على التركيز. اعتقد في مشكله تانيه يا دكتور برضو لما يكون عايز ياخد بقى وقت اطول فيقعد ياكل اكتر. بالظبط، يقعد ياكل قدام اطول. بالظبط كده، يقعد قدام التلفزيون وانا لسه باكل، فيبتدي ياخد يستهلك وقت اكتر شويه. تاني حاجه هو الموضوع مرتبط بحته يعني ان انا هعمل حاجتين في وقت واحد، هنا بتوع التغذيه ما بنصحوش بالحته دي، لان احيانا ممكن يبقى في فرط في الشهيه، انا مش بركز في اللي انا باكله ومش بركز في الاستمتاع بتاع الحاجه، او عايز يقعد عايز يكمل او عاوز اقعد بالحاجه دي بالظبط كده، فيبتدي يتلاعب بيا، فانا بديله فرصه ان هو يعمل اشياء فيها. الفكره كلها تنظيم الوقت، انا هخليك تعمل كل حاجه بس اعمله بشكل منظم وبشكل جدول. زي ما حضرتك بتقول انا اليوم عندي اوفرلودد، انا عندي حاجات كتير في قلب اليوم محتاج اعملها، وده صح ولا غلط؟ انا وانا بحدد الاهداف بتاعتي وبعمل الجدول بتاعي المفروض ان انا بحدده على مستوى اليوم وعلى مستوى الاسبوع، فانا بقيم الجدول اللي انا ابتديت اعمله واشتغل عليه واشوف الاهداف اللي انا حطيتها قدرت احققها ولا انا فعلا عامل على نفسي ستريس وعامل حاطط نفسي تحت ضغط، لان في الاخر لما الاقي نفسي مضغوط وما بنجزش حاجه في الغالب انا باجل حاجه، باجل الحاجات كلها، وده كتير بنشوفه مع الناس تلاقي طول الوقت قاعد يحط جداول 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 جداول. طب الانجاز بتاعك فين؟ لك اصل انا ما بلتزمش، وبعدين هو بيبقى ماشي متهيألو الجدول بتاعه لازم يتم، لا ده في ساعات بيبقى في اوت سورس، في حاجات براك عوامل خارجيه ممكن تتداخل معاك او ملتزم ومضغوط يعني. بالظبط تعمل كده، فترتيب الاولويات وتحديد الاهداف على حسب، وابقى عامل حسابي ان الوقت بتاعي لازم يسمح لي بالترفيه او يسمح لي بالراحه زي ما بيسمح النوم ان انا انام كويس، وبقيه الوقت بتاعي ابقى عامل حسابي ان انا يعني اقدر احط اهداف حسب ترتيب الاولويات بس بطريقه صحيحه، والهدف بتاعي اجزأه بحيث ان انا في الاخر اقدر احقق الهدف بتاعي. طيب التلفزيون حضرتك قلت ان هو مش لطيف او مش الطف حاجه ان احنا هما بياكلوا يتفرجوا على التلفزيون، هل يستخدم كمكافاه؟ بالزبط. ان انا اودي له ما اخليه يتفرج على الكرتونز بتاعته، يتفرج على الحاجات، هستخدمه كحافز او كمكافاه زي ما حضرتك قلت، وهستخدمه بعد ما ينجز المهام بتاعته. ايوه يعني في ناس كتير تقول له طب اقعد اتفرج شويه او العب شويه على ما تعمل، لا يبقى نوع من انواع العقاب لو ما عملش برضه. بالظبط هستخدمه، يعني هستخدمه هنا كنوع من التحفيز في او كنوع من الثواب والعقاب، في اداره الثواب والعقاب برضو، انك لما بتنجز المهام او بتنجز الحاجات اللي وراك انا هكافئك اني هسيبك نص ساعه او ساعه قدام التلفزيون، او هسيبك مثلا ربع ساعه تلعب
بالتابلت بتاعك او بالتليفون بلاي ستيشن او اي حاجه، واقلل في الوقت وازود فيه على حسب نوع العقاب وعلى حسب سن الطفل وعلى حسب الاتفاق معاه. فممكن استخدم ده كحافز فعلا، او ممكن اخلي ده في اخر اليوم، ان احنا ممكن كلنا كاسره نبتدي نتجمع اخر اليوم في مشاهده التلفزيون نص ساعه او ربع ساعه، ونبتدي نحكي ايه اللي تم في اليوم، ايه المعوقات اللي كانت عندنا. طيب دكتور، اخيرا وسريعا جدا، زي حضرتك اشرت النقطه مهمه جدا، في ناس بتبقى perfectionists او بيبقوا لازم يعملوا كل حاجه بدقه عاليه جدا لدرجه ان هي بتكون ضاغطه جدا على اعصابهم حتى او على اعصاب ولادهم. ده المفروض هم يتعاملوا ازاي مع الموضوع ده؟ هل يقللوا التاسك او يقللوا مهام بتاعت يوم، ولا المفروض هم اصلا يقللوا من يعني يتعاملوا مع هذا السلوك بشكل اخف شويه؟ ايه المفروض يحصل؟ هي المشكله هي البرفكشنزم او المثاليه، البحث عن المثاليه هي ميزه وعيب. ميزتها ان هتخلي ادائك طول الوقت انك تحاول تكون في احسن حالاتك، عيبها انها هتحطك تحت ضغط. طب قصه التاسك اللي انا الهدف، انا بحدد الهدف بناء على ايه؟ في ناس كتير جدا بتبقى مشغوله باهداف هي ممكن تعمل لها ديليجيشن، تسيبها لحد تاني فيساعده ان ينجز الوقت بتاعه بشكل افضل. فكره النسبيه، ان انا برضو انا النهارده ادائي كان 70%، ممكن بعد كده في المره الجايه ده يبقى 80-90%، يعني ما بقاش لازم الصوره تكتمل، ده بيبقى صعب جدا احيانا. لكن الشخص دايما نقول له بص على معدل التطور او الاداء بتاعك، بيزيد يبقى انت ماشي في الاتجاه الصح، لكن لو لقيت نفسك بتتدهور او الموضوع بيقل لا يبقى فيه. لكن ده احيانا بيقوم حاطط الشخص تحت ضغط شديد جدا، وفي الاخر ما يعملش حاجه. ليه؟ لانه بيبقى بيدور على الصوره الكامله او المثاليه، انا عايز اعمل حاجه بنسبه 100% او مش هعمل حاجه خالص. فهنا بقى بيتحط قدام مشاكل نفسيه ثانيه خالص، ان هو يعني احيانا كده في ناس تستخدم مبدا بيسموه الاورنان، يعني الابيض الاسود، لا اعمل كله ما اعملش حاجه، لا خليك دايما متوسط، اخلي الاداء بتاعك تقييمك لنفسك مبني على التدرج، ان انا كل ما يكون ادائي بيزيد وتكون الامور بالنسبه لي بشكل افضل. صحيح، يعني قالوها العرب قديما، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. ولو يعني قعدت مع اي حد مليونير او حد من رجال الاعمال الكبار في نصايحهم، هتلاقي ان اكثر حاجه بيقولوا ان هي اكثر ثروه بيمتلكوها هي الوقت. الدكتور امجد جبر ربما ادانا روشتة ازاي ندير وقتنا وازاي ندير وقت اطفالنا، لان احنا لو علمناهم ان ده كنز كبير، لو خلصوا المدرسه وراحوا التمارين بعدها على طول، وبعد كده رجعوا اكلوا، وبعد كده ذاكروا، وبعد كده في مكافاه في اخر اليوم ان هم يتفرجوا على التابلت او الموبايل او البلاي ستيشن او يتفرجوا على الكرتونز بتاعتهم، فدي نوع من انواع الثواب وممكن تستخدم كنوع من انواع العقاب. الجدول اللي قاله لنا ده اعتقد ان هو يعني ايه من الافضل او من افضل الحاجات اللي ممكن ننظم بها اوقات اولادنا، وفي نفس الوقت نديهم يعني نموذج او قدوه ان هم ازاي يديروا وقتهم. بشكرك مره ثانيه دكتور امجد جبر، استاذ مساعد الطب النفسي في جامعه الازهر. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك.